والآن إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية. نبدأ هذه الجولة من مجلة فورين بوليسي التي نشرت مقالا للكاتبين آرون ديفيد ميلر ودانيال سي كيرتزر تحت عنوان انقسام أم تمزق؟ تناول الكاتبان تأثير الحرب في غزة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتساءلا إن كانت التوترات الحالية بين البلدين ستنتهي بالعودة إلى ما قبلها أم إن تغييراً غير مسبوق سيحدث فيها، مشيرين إلى أن الطابع الفريد للحرب على غزة سبباً في تعميق الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة. أوضح الكاتبان أن هناك ثلاث قضايا قصمت إسرائيل وإدارة بايدن، وهي كيفية شن حملة عسكرية تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وضمان تقديم المساعدة الكافية لمنع وقوع كارثة إنسانية، وماذا يحدث في اليوم التالي لانتهاء الحرب. وأكد الكاتبان أن نظام التشغيل الأمريكي الإسرائيلي سيجد طريقة لإدارة هذه القضايا خاصة في عام الانتخابات دون انقطاع مستمر أو كسر في العلاقة. أكد الكاتبان أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بأي قدر من اليقين أو الدقة بمسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكن هناك شيء واحد يبدو واضحا تماما، تغير القيادة في إسرائيل ستكون نقطة جيدة للبدء. نشرت مجلة The Nation مقالاً للكاتب جوشوا كوهين تحت عنوان غزة كارثة سياسية تواجه بايدن. قال الكاتب إنه مع أقل من 6 أشهر قبل بدء الانتخابات الأمريكية يعزو الكثيرون في اليسار انخفاض شعبية بايدن إلى موقفه من الصراع في غزة، مؤكدين بأن تواطؤه في تصرفات إسرائيل قد أدى إلى نفور الناخبين الشباب، وهناك اعتقاد بأن إنهاء حرب غزة سينقذ الأرواح وربما رئاسة بايدن. أكد الكاتب أنه بالنسبة للجمهور الأمريكي لا تحمل سياسة بايدن تجاه إسرائيل نفس الثقل الانتخابي الذي تتمتع به القضايا الداخلية، حيث نادرا ما يعطي الأمريكيون الأولوية للسياسة الخارجية. لكن على الرغم من كونها مصدر قلق بسيط، إلا أن غزة لا تزال تؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة، ولفهم ذلك يجب إعادة النظر في الأسباب الكامنة وراء عدم شعبية بايدن كونها لا تزال تلعب دورا حاسما في السياق السياسي الأوسع. نشرت صحيفة هارت مقالا للكاتب تحت عنوان نتنياهو لديه اليد العليا في حرب البقاء في السلطة. قال الكاتب إنه في بداية حرب غزة أعاد نتنياهو التأكيد على أن البقاء في السلطة أهم من أي شيء آخر، وأن البقاء السياسي يعني الاعتماد على اليمين المتطرف والحريديم، وأن الائتلاف يأتي قبل الدولة. بحسب الكاتب كان ذلك واضحا طوال حملة الإصلاح القضائي ومرة أخرى في المراحل الأولى من حرب غزة، إذ أحبط نتنياهو كل المحاولات لتشكيل حكومة تعبر عن الوحدة الوطنية، إضافة لمحاولته إفشال صفقة المحتجزين. يرى الكاتب أن الحرب الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل تشن من دون أي استراتيجية محددة أو تفكير بخلاف المستقبل السياسي لرجل واحد. من القدس المحتلة ينضم إلينا محمد هلسل الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك دوما معنا عبر شاشة الغد. سيد محمد، بغض النظر عن الدعم الأمريكي غير المحدود والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يعود السؤال لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة إلزام إسرائيل برؤيتها وبتوصياتها أقل فيما يتعلق بهذه الحرب؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هي لا تستطيع ولا تريد، حتى وإن كان لديها مراوح ضغط كثيرة جدا تمارس من خلالها الضغط على نتنياهو وحكومته لتعديل سلوكه وكبح جماحه، لكنها لا تريد ببساطة الاعتبارات تتعلق بالعلاقة الاستراتيجية العميقة مع دولة إسرائيل، والتي لم تبدأ منذ 7 أكتوبر، والتي تضحي فيها الولايات المتحدة بكل الاعتبارات من أجل مصلحة وبقاء إسرائيل دولة مسيطرة في المنطقة. ولا ننسى بأن إسرائيل هي قاعدة متقدمة لهذا الغرب الاستعماري، وهي صورته وهي وجهه، وبالتالي حينما يقاتل الغرب لمصلحة إسرائيل ويتحمل كل هذه الأعباء وتتحمل الولايات المتحدة تحديداً،
لأنها تقاتل عن نفسها وعن صورتها وعن مصالحها. ثم لا ننسى أيضا هنالك ظروف موضوعية خلقتها الانتخابات الأمريكية وحاجة الناخب أو حاجة الحزب الديمقراطي وبايدن شخصيا إلى صوت الإسرائيلي، صوت اللوبي اليهودي، صوت المسيحي اليميني في داخل الولايات المتحدة. وهنالك اعتبار ثالث أهم هو الاعتبار الشخصي لبايدن. أنت تذكرين بأن الرجل في أكثر من مرة صرح بأنه لا داعي أن تكون صهيونيا يهوديا لتكون صهيونيا، وعبر عن مشاعر خاصة تجاه دولة إسرائيل وتجاه اليهود. لذلك كل هذه الاعتبارات معا يعني تجعلنا نفهم بأن الولايات المتحدة مستعدة أن تحرق أصابعها وأن تحرق جسدها كله وأن تتحمل كل الأعباء التي تتحملها الآن في سبيل أن تبقى إسرائيل قوية منيعة، وأن كل المعاندة أو كل السخط الإسرائيلي تجاه المواقف الأمريكية الولايات المتحدة كانت مستعدة في نهاية المطاف أن تبتلعه، وتأتي المواقف الأمريكية ارتداد للرغبات والنزوات الأمريكية وليس العكس. لم تلتزم إسرائيل في مرة من مرات هذا الاحتجاج الأمريكي ولو مرة واحدة بالمطالب والتمنيات الأمريكية، إنما التزمت الولايات المتحدة على امتداد هذا الصراع بالنزوات والصراعات والمغامرات الإسرائيلية وأقلمت نفسها معها. لذلك لا غرابة من أن تفعل الولايات المتحدة ذلك وتستمر بفعله. ولكن أعود لأسألك عن انعكاس ذلك على صورة الولايات المتحدة، على علاقاتها بالحلفاء، وكذلك كما نرى في The Nation تقول أنه غزة كارثة سياسية تواجه الرئيس بايدن وهو المقبل على انتخابات. بالتأكيد، ما الذي تريد الولايات المتحدة من مسعاها لمحاولة وقف الحرب؟ هي تريد أن تسقط قضية غزة وحربها والآثار المترتبة عليها عن جدول الانتخابات الأمريكية، جدول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن هذا ما سيرتب أثمان كبيرة جدا على الحزب الديمقراطي وعلى بايدن شخصيا، وتفضلتم بالإشارة إلى ذلك في مطلع هذه الحلقة. الآن في تفضل سيد محمد. هنا يعني سؤال سريع، يعني لأنه من المعلوم أنه في تاريخ الولايات المتحدة القضايا الخارجية لا تهم الناخب الأمريكي، لماذا تختلف اليوم الصورة عندما يتعلق الموضوع بغزة؟ الموضوع اليوم أنت ترين هنالك حالة تمرد وكسر طوق من قبل الجيل الشاب، وهذا الذي يزعج الولايات المتحدة. السردية التي ظلت دائما تسود في الولايات المتحدة حول إسرائيل في النخب وفي المستوى القاعدة الشعبية، اليوم يبدو بأنها في إطار القواعد الشعبية في قواعد التعليمية في هذا الجيل الشاب، يبدو بأنها لن تستمر في أن تفلح في إيهام هذا الشاب الجيل بأن يعني سردية الأباء علينا أن نلتزم بها وعلينا أن ندفع ضرائبنا لاستمرار قوة إسرائيل وبطش إسرائيل. الذي فعلته إسرائيل في هذه المرة كسر كل الحواجز والقيود وأسقط هذه السردية وهذه الأكاذيب التي ظلت يعني سائدة في نخب أمريكية الكبيرة. الآن ما تخشاه الولايات المتحدة ربما ليس على المدى المنظور القريب من أن يحدث تحولات يعني تضر في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية، لكن هذا الجيل الشاب الذي تمرد اليوم وهو ينتفض في داخل المؤسسات الأكاديمية على ما يعني روج له لسنوات طويلة وما قدم له على أنها دولة ليبرالية ديمقراطية، اليوم بالتأكيد حينما يصل إلى مفاصل الحكم في سنوات قادمة بالتأكيد هذه القناعات ستغير طبيعة العلاقة الاستراتيجية العميقة ما بين الولايات المتحدة من جهة وما بين إسرائيل من جهة أخرى، ولم تبقى يعني سردية إسرائيل التي عملت على سنوات هي والولايات المتحدة لمحاولة تبييضها وعرضها على أنها يعني دولة ليبرالية ديمقراطية وامتداد الغرب الديمقراطي، لم تبقى هي السردية السائدة في المجتمع الأمريكي. بالتأكيد اليوم قناعات كثيرين تغيرت في الداخل الأمريكي، وهذا ما يزعج إسرائيل وما يزعج قيادة الولايات المتحدة الحالية، وتحاول أن تفهم إسرائيل قيادة الولايات المتحدة أن هذا يضر بصورة إسرائيل ويضر بشرعية إسرائيل في الخارج، وتحاول أن تنهي الحرب لمحاولة كما يقال لملمت هذا الأمر. يعني كلما كان أسرع كلما كان أفضل لصورة إسرائيل والولايات المتحدة التي تمنحها هي أيضا هذا الغطاء المنقطع النظير المطلق. ولكن كذلك يعني هذه الحرب تؤذي الولايات المتحدة على صعيد علاقاتها بالحلفاء، يعني إن كانت إسرائيل لا تلتزم بالإملاءات الأمريكية لماذا يجب على الحلفاء أن يلتزموا بها؟ وهل لا تزال الولايات المتحدة بصورة الدولة العظمى التي تفرض إملاءاتها على العالم اليوم؟ الواقع نعم، واحدة من تجليات مشهد الحرب الحالي بأن ما تريده إسرائيل هو ما تريده الولايات المتحدة والعكس صحيح. أقصد فيما يخص فرض موقفها على الهيئات والمنابر الدولية، لم نرى في كل الهيئات والمنابر الدولية القانونية والقضائية والسياسية
ما أمكن في أن يكسر طوق الغطاء الأمريكي وأن يمنع الولايات المتحدة من استمرار منح إسرائيل التغطية المطلقة. كل المنابر الدولية جرى تحقيرها وتقريعها ووسمت بالإرهاب ووسمت بمعاداه السامية، وساهمت الولايات المتحدة في هذا الأمر. الغطاء الذي وفرته الولايات المتحدة ساهم بأن يعني نصل إلى قناعة بأن كل العالم له قانون إنساني دولي، ولإسرائيل لها قانونها الإنساني الدولي الخاص بها، وأن إسرائيل لا تلتزم بكل القوانين الإنسانية الدولية. لذلك يعني مثلا لو أخذنا الاتحاد الأوروبي لوجدنا بأن سقف الاتحاد الأوروبي هو من سقف الولايات المتحدة، وما تريد الولايات المتحدة وما يريد الاتحاد الأوروبي، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يخرج عن هذا السقف. لو أخذنا بجهة أخرى العالم العربي لوجدنا أن العالم العربي ساكت صامت أمام ما يجري، وبأن سردية الإنشائية الكلامية لا تؤثر في مجرى الحرب، لا يقيم له العرب، لا تقيم له إسرائيل، لا تقيم له الولايات المتحدة وزنا. سنعود إليك لمتابعة المزيد، تفضل بالبقاء معنا سيد محمد. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا تحت عنوان الانتهاكات الإسرائيلية للزعيم الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي تصل إلى حد التعذيب. قالت الصحيفة أن مروان البرغوثي يقضي أيامه في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة، ويعاني من إصابة في الكتف وغير قادر على علاج جراحه. وعلى الرغم من قوته العقلية فإن الحالة الجسدية للبرغوثي تتدهور، حيث يعاني من صعوبة في الرؤية بعينه اليمنى نتيجة الاعتداء وفقد وزنا بشكل كبير. أشار محاميه إلى أن مظهره قد تدهور بشكل ملحوظ مقارنة بصوره الشهيرة. نقلت الصحيفة عن مسؤول من جمعية مناهضة للتعذيب في السجون الإسرائيلية قوله إن ما يتعرض له البرغوثي يرقى إلى مستوى التعذيب، لكن هذا أصبح أمرا معتادا في جميع مرافق الاحتجاز منذ 7 أكتوبر. ننتقل إلى صحيفة The National التي نشرت تقريرا تحت عنوان إسرائيل تحارب حماس في مخيم جباليا وسط مخاوف المدنيين من اجتياح رفح. قالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية تشتبك مع عناصر حركة حماس في أزقة مخيم جباليا الضيقة بشمال غزة في بعض من أعنف الاشتباكات منذ عودة القوات إلى المخيم، حيث أعلنت إسرائيل قبل أشهر أن قواتها طهرت المخيم من عناصر حماس. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا مخلفة عشرات الشهداء، أعرب فلسطينيون في رفح عن مخاوفهم من عدم وجود مكان يفرون إليه حال اجتياح إسرائيل للمدينة. ومنذ أن أعلنت إسرائيل عن اجتياحها لرفح وأصدرت أوامر إخلاء للمدنيين فر ما يقدر بنحو 600,000 شخص. وقال بعض المدنيين الذين ما زالوا في المدينة لصحيفة The National إنهم لا يريدون الفرار مرة أخرى إلى أماكن غير مألوفة بالنسبة لهم. ينضم إلينا مجددا محمد هلس الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا من جديد. برأيكم سيد محمد، هل المعارك التي تشهدها جباليا وبقراءة عسكرية يمكننا القول إنه غزة تتحول فعلا لمستنقع ونحن أمام حرب طويلة الأمد؟ هذا ما هذه المخاوف يعبر عنها حتى شركاء نتنياهو في كابينة الحرب وفي النظام السياسي، ونسمعها بتنا من نخب سياسية وعسكرية إسرائيلية. الحرب بلا هدف سياسي باتت استراتيجية لنتنياهو، في حين أن شركائه يضغطون لمحاولة فرض استراتيجية سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى أن كل هذه المراوحة في المعركة وكل هذه الأثمان التي يتكبدها الجيش، وأنت ترين بأن أغلب الأصوات المحتجة تأتي من مؤسسة الجيش أو من يمثلونه ويدافعون عنها، لأنهم يدركون بأن الحرب العسكرية ليست هدفا بذاتها، إن لم تفضي أو إن لم تتوازى مع مسار سياسي يفضي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية، هذا لن ينفع ولن يفلح، وسيدفع الجيش الإسرائيلي والثمن الأكبر في هذه المراوحة، وهذا ما يحدث. لذلك تزداد الانتقادات في المستوى العسكري الإسرائيلي نتنياهو لأنه لا يضع استراتيجية لليوم التالي للحرب، في حين أن هذه بذاتها هي استراتيجية بالنسبة لنتنياهو، لأنها تمنحه مساحة واسعة جدا من التهرب واستمرار المناورة. وحينما نتحدث عن استراتيجية سياسية أو رؤية سياسية لما بعد الحرب، نحن نتحدث عن مسارات وسقوف زمنية، وهذا بالتأكيد
سيضع نتنياهو في الزاوية الضيقة وسيضيق عليه مساحة الحج المنورة الذي يجري اليوم وخاصة في شمال فلسطين المحتلة، يؤكد على أن ما قالت إسرائيل في يوم من الأيام على أنه إنجازات عسكرية وعن أنها بين هلالين طهرت هذه المناطق تثبت مرة أخرى أن إنهاء المقاومة كفكرة وكوجود عسكري على الأرض بات هدفا متعذرا، وبأن إسرائيل فعلا تغرق في وحل هذه المواجهة وتتكبد مزيد من الخسائر والأثمان التي ترتد بدورها أيضا على المجتمع الإسرائيلي السياسي واقتصادي واجتماعي وبشري. طيب، تحدثتم عن استراتيجية نتنياهو، برأيكم ماذا عن استراتيجية حماس؟ وهل عودة المقاومة في الشمال تلغي ذريعة إسرائيل للدخول إلى رفح؟ هي لا تلغي ذريعة إسرائيل، هي تعظم من الأصوات المنتقدة لنتنياهو ولسرديته في الداخل الإسرائيلي. اليوم بعد قليل سيظهر وزير أو عضو كابينة الحرب بيني جانتس، ومما سمعناه من الإعلام الإسرائيلي بأنه يعني يطلق تحذير لنتنياهو أنه إن لم يضع هدفا سياسيا لليوم التالي للحرب وإن لم توضع استراتيجية واضحة للحرب فإنه سيترك كابينة الحرب. هذا ارتداد لحالة المراوحة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. نعم، ما حدث في شمال فلسطين المحتلة من عودة المقاومة، وفي إسرائيل يقولون بأن جز العشب، هذه السياسة التي تستخدمها إسرائيل مع المقاومة، بأن العشب تحول إلى غابة، فالبنية التحتية للمقاومة أقوى وأمتن من الضفة وعدد المقاومين أكثر من الضفة، ولذلك إنهاء المقاومة بمجرد يعني الدخول والاجتياح هنا وهناك هذا أمر متعذر، ولذلك إسرائيل بحاجة إلى يعني توظيف سياسي لما تقول عنه أنه إنجازات تكتيكية ميدانية على الأرض في يعني إطار محاولتها الانقضاض على المقاومة على بعض بناها التحتية التي تسميها إسرائيل يعني أهدافا تكتيكية. لذلك نعم، هذا يضيق المساحة على المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي لاستمرار المناورة، لكن أيضا لا ننسى بأن نتنياهو يعني استطاع خلال 7 أشهر الماضية أن يعني يطوع كل هذه الاحتجاجات والانتقادات الداخلية في إسرائيل وأن يستمر في ذات السردية، هو يفزع المجتمع الإسرائيلي من مخاطر وقف الحرب ويخوف بدولة فلسطينية إرهابية ويخوف بعودة 7 أكتوبر، ومجتمع يميني يعني يهوى قرع طبور الحرب ويتحرك شهوة الانتقام، بالتأكيد يلاقي مثل هذا الكلام يعني يلامس مشاعر المجتمع. لذلك نتنياهو ما زال حتى هذه اللحظة يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي مع وجود أيضا أعضاء في هذه الحكومة الموسعة، بن غفير وسموتريتش، يتقاطعان في أهدافهما مع نتنياهو برغبتهما بعدم استمرار هذه الحرب، ربما أكثر من نتنياهو العودة لاستيطان قطاع غزة والسيطرة المطلقة العسكرية على داخل